صباح الخير او مساء الخير اينما كنتم. بص بقى، انا مش هقول لك احنا عاملين عرض، بس هقول لك على حاجه تانية بقى. اللي راح حماده واللي جاي حماده تاني خالص، بمعنى انك لو اتفقنا، بس احنا هنتفق، انت كده كده هتاخد، وخدت مكنه خميس وجمعه توصيل مجانا. في عرض، الحق العرض. العرض ده هديه. شفت المكن؟ اقول العرض ولا سيب العرض؟ قول. اقول العرض؟ قول. اقول العرض؟ سيبه للاخر. سيبه للاخر؟ اه. طيب، لو عاوز مكن يبقى لازم تيجي على المكن عندنا. بس هو سامسونج 7 حصان 8 حصان 10 حصان 11 حصان، البهارات الاصلي، البهارات الاصلي سوبر جولد مارشال التوبلند. وما ادراك ما التوبلند؟ واذا وجد الماء بطل التيمم. توبلند العيش الالفا. جواهر الالفا من المكان المحترم جدا. كل الانواع، اي مكنه موجوده ان شاء الله موجوده عندنا. بهارات الفا توبلند سامسونج كوسك كل المكن. احنا مش عاملين فيديو، احنا مش عاملين فيديو، احنا عاملين عرض. احنا عاملين عرض خميس وجمعه توصيل مجاني. حطوا تحت توصيل خميس وجمعه توصيل مجاني، يعني المكنه اللي تعجبك هتوصلك لاي مكان. المكنه اللي تعجبك هتوصلك لاي مكان. العرض بقى وقال الخميس والجمعه مجاني. العرض 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 العرض. الفانوس بتاعنا طبعا، الفانوس بتاعنا معروف، الجلده اللي تحت الزرقاء، الجلده اللي تحت السمر، اللي فوق السمره ده حديد مخروط على المخرطه، تمام. ده احنا قلنا بيتملى مره واحده بس، ده قلنا بيتملى مره واحده بس. حلو، مرة واحدة بس. مرة واحدة بس، اللي اتملى مرتين هترن علينا نبعت لك واحد تاني. كل جارك اللي جنبك هيدور فيك يملى مكانته منك لو ده مش بتاعك. احنا قلنا ده بالعرض، ده في العرض داخل العرض ب 400 جنيه توصيل لحد اي مكان داخل جمهورية مصر العربية طول الاسبوع. كده توصيل مجاني. اه التوصيل مجاني طول الاسبوع. ده شحن مجاني لاي مكان طول الاسبوع. البلف ده يساوي اكتر من 600 جنيه. تدور ماشي. البلف ده ب 400 جنيه بس توصيل لاي مكان. حبيت مكان، المكان موجود. نفسك في ايه تاني؟ مكان الزراعه، مكان البلنترات. ارض البلنترات موجود. حلوه حاجه حلوه حبيبي. عايزين نمشي. السعر، السعر ايه؟ المكان ما بلاش السعر. لا ما بلاش السعر، ما بلاش السعر. الموتور بكام؟ الموتور اللي هو الترومبه، في منها كذا نوع. اه الترومبه ممكن ياخد ترومبه المستورده، ياخد الاستثماري، ياخد ترومبه محلي، ايا كان الترومبه. هتاخد شاسيه بعجل، هتاخد شاسيه ارض زي ده كده مثلا. فمش عارف الصوره تاخد ايه، انا مش عارف الزمان ياخد ايه. بهارات يعني. يا اذنوني في السعر، اذنوش في السعر. لا لا عشان الفيديو يكمل. حاضر يا عم. هو كده نص فيديو او ربع فيديو. اللي البهارات العشرة اللي هي الثمانية حصان، الثمانية 972 مؤكد عليك. البهارات الثمانية حصان ب 10 ونص، وال 10 حصان ب 11000، وال 8 حصان ب 10500 جنيه. ب 10500 جنيه مكنه ان شاء الله السعر ده مش موجود. حد البيست النجره ما نجيب عليه. مش موجود، اي كميه موجوده الاسبوع ده موجود. ده العرض لمده اسبوع نفسك فيه موجود. يعني المكنه هتعمل معاك 10 12000 جنيه. لو هتاخد مكنه سامسونج او سوبر جولد، المكنه كلها على بعضها تعمل لها معاك 10 12000 جنيه كامله مكمله. السعر ده ان شاء الله مش هتلاقيه عند حد، بامانه مش هتلاقيه. ايه رايك يا عم صرف؟ 10 مليون في المية. شوف الشغل، شوف الحلاوة. مليون في المية. الحق العرض بتاع المصفى وما تفوتوش من ده.
يلا السلام عليكم.